بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Changing the player colors, fonts and font sizes معايا في colors and effects يا جماعة من البلاير. لو أنا ضغطت عليها هذه يوصلني للقصة دي. الأول خلص ال color scheme. الفكرة بتاعت ال color scheme اللي النمط السائد للون يا جماعة. أنا عندي باليتا أو أنا عندي مجموعة من ال built in templates. يعني لو أنا قلت مثلا forest green هلاقي إني عندي المسألة بتبقى ميكسد ما بين لونين الاتنين. ها فهمناها، لونين ميكسد مع بعض. أدي اللون في الأمامية، أو تحس بإن اللون درجة من درجات اللون الأخضر الغامق ودرجة من درجات اللون الأخضر الفاتح شوية. لو أنا قلت مثلا الأورنج أو لات أورنج، مش متذكر بالظبط يعني، بس أهو أنا عندي كده 3 درجات. مش فاكر دول 2 ولا 3. أنا بصراحة يعني إيه، ماليش في الألوان جامد. يعني لو أنا قلت أوليف جرين معايا درجة 2، تقريبا 3 درجات يعني على ما أظن. يعني لون للبار، لون للخط، كما إن التأثيرات اللي هي مش هوفر بتاخد لون اللي هو بتاع اللون الثالث. يعني ديت الفكره بتاعت السكين، ديت النمط العام للتصميم بتاعك انت. يعني شكل البلاير هيبقى ماشي ازاي، انت ممكن جاست تضغط على تبتدي انت تعمل نيو لون خاص بيك انت، وتبتدي تحدد والله باك جراوند كلر معينه، وتختار انت خلفيه، وممكن تعمل ريسيت ترجع، ممكن تبتدي تحفظ لون معين. ديت اللون بتاعك انت ممكن تختاره، يعني ايه، ممكن تعمل كنترول عليها زي ما انت عايز. كم انت ممكن تفتح مور كلرز، تبتدي تختار حاجه مور، حاجه اكثر تعقيدا شويه. ممكن تكتب هيكس شفرة كود معينه لو انت كنت عايزها. الله المستعان، القصه ديت كلها برضو امر بيرجع لك، بس انت عندك مجموعه من الكنترولز، الالوان البلت ان، وانت ممكن تحدد، ممكن تختار للباك جراوند كلر، بتحدد لون خاص بيك انت علشان يكون في الخلفيه بتاعت القصه ديت. اما بالنسبه للقصه بتاعت الفونتس، بتحدد حاجتين: البلاير فونت، الموديل، يعني اقصد النمط بتاع الخط بتاعك طبعا يا جماعه، والجانب ده جانب سبورتد. وانا اظن الناس طبعا فاهمان، لو هي كانت بتستخدم انماط عربيه الكنترولز ده راح يتغير طبعا في الانماط العربي، لكن القصه عايزه ترميز شويه الوضع. يعني مش في خطوط راح تقبل وفي خطوط مش راح تقبل، والفكره بتاعت ترميز اللغه العربيه، فانت خليك في خطوط فين، يعني خطوط معروفه شويه. البلاير تكست سايز، الفكره كلها بالنسبه للحجم نسبيا 100%. الجانب ده ريلاتيف، الناس اللي ويب ديزاينرز تفهمني شوية. يعني القصة مش فيكسد هنا، القصة ريلاتيف. ريلاتيف بالنسبة لإيه بالظبط؟ بالنسبة لحجم البلاير يا جماعة. حجم البلاير ده ريلاتيف بالنسبة للمقاسات بتاع البروجكت بتاعك. لو أنت كنت شغال على مثلا 720 في 1080 في 720 وقلت له هي 100% الجانب ده هيبقى ريلاتيف للريزوليوشنز اللي راح يتعرض عليها البروجكت، أقصد حجم المشروع نفسه. الفكرة بتاعت الخط ده يا جماعة ريلاتيف، أنا ممكن أخليه 120% من المية ديت بتاعت ايه بالظبط؟ بالله عليك، ال 120% ديت ريلاتيف بالنسبه لحجم البروجكت بالكامل، ابعاده، اشبكت، العرض في الطول يا جماعه، تمام؟ مش فيكسد القصه، واحنا مالناش دخل هو بيحاول يفسرها ازاي يعني، بس القصه كلها بتبقى ريلاتيف بالنسبه لابعاد المشروع بالظبط. ديت الفكره بتاعت الكالرز والافكتات، وده جانب ممكن يكون محور اهتمام وجزء بالله بيحتاج منك تدقيق شويه. وسبقا احنا اتكلمنا عن مواقع بتدي لك الكنترولز دي، بتخليك انت تحاول تدور على او تحاول تعمل توجد الوان كونكتد مع بعض، تركب على بعض زي مثلا باليتون ومجموعه من الكنترولز. جاست كل انت محتاج انت تقدر تكتب كلر سكيم على جوجل وسرش عليها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.